هذا ميساج للقوة الضاربة، الجنرالات، حكام ديال الجزائر. بغينا نقولوا لهم باللي لك الباه نتنياهو مرة أخرى يؤكد للمملكة المغربية، يؤكد جلالة الملك محمد السادس نصر الله باللي الاعتراف دائما بالصحراء المغربية. بغيت نقول لهم حنا ما كنتظروش لا من إسرائيل حاليا، ما كنتظروش لا من أمريكا، ما كنتظروش من الدول الأوروبية ولا الدول الإفريقية باش نعطيهم الفلوس. هذا نداء، نداء الناس اللي كتهضر عنا ديك المحلبة، ولا أي واحد كيهضر عنا في المواقع وكيهضر على المغرب. بغينا نقول لكم باللي المغرب هرب عليكم، بغينا نقول لكم باللي كتكذبوا على الشعب الجزائري وكتقول لهم قوة ضاربة، بقيتوا مقابلين المغرب، المغرب المغرب، كتفطروا به وكتغداو به وكتعشاو به. المغرب فاتكم في البنية التحتية، في الملاعب الرياضية، في جميع المجالات سواء السياسية والاقتصادية، الاستثمارات. ما تبقاوش تكذبوا على الشعب، ما تبقاوش ديروا العصافرة ويضا في المشكل. مشكل ديال الصحراء المغربية تحل، عيتوا ما تهضروا. مشكل ديال الصحراء المغربية انتهى، سالة سالة. واش ما بغيتوش تفهموا باللي الصحراء المغربية تاريخيا، سياسيا، بالوثائق، بكل شيء، عيتوا ما تخلصوا، عيتوا ما تخلصوا في بعض الجنرالات ديال بعض الدول الإفريقية، عيتوا ما تخلصوا بعض المعارضين ديال بعض الدول باش يعترفوا لكم بالصحراء بلي انها ماشي مغربية. عيتوا ما تخلصوا في رؤساء الأفارقة، عيتوا ما تعيطوا عليهم ويجوا عندكم للبلاد، عيتوا ما تهضروا على المغرب، عيتوا ما تهضروا جميع الإنجازات اللي حقها المغرب دائما دائما في القمة، لا رياضيا لا سياسيا لا اقتصاديا، دائما كتهضروا وكتهضروا وكتجبدوا المغرب. المغرب ما عمركم ما توصلوا ليه. الشعب الجزائري جزر المغرب، والإنجازات اللي حق المغرب والمشاريع اللي عند المغرب ما خلات لكم ما تهضروا. انتم بقيتوا اكثر من 45 عام عندكم دولة فيها الغاز وفيها البترول، عائدات عائدات الجزائر عوض ما تبنيو بها بلادكم، وليتوا كتعطيوها للمحتجزين، وليتوا كتعطيوها لدوك المسؤولين ديال الدولة الوهمية، بديتوا كتعطيوها للرؤساء اللي غير معترفين بالصحراء المغربية. بقيتوا كتخلصوا وبقيتوا كتعطيو في الفلوس وكتضيعوا في الفلوس، وانتوما اللي رابحين، ولادكم، عائلتكم، كل شيء. دائما الإخفاقات سواء رياضيا، سياسيا، اقتصاديا، دائما منهزمين، ودائما كتجبدوا المغرب على انه هو السبب ديال النهزام ديالكم. وخير دليل على ذلك عدم عضوية اي مرشح من الجزائر. السيد زفيزف اللي ما اختاروا حتى شي واحد، 34 دولة على تسعود واللي بينجح وانتم ما نجحتوش. علاش؟ لانكم ناس طماعين، ناس ما عارفينش تسيروا لا البلاد لا السياسة ديالكم، ما تعرفوش تجيروا البلاد ديالكم ولا الشعب ديالكم. الشعب اللي باقي مقهور، باقي كيدير السيرفيس على الزيت وعلى السكر وعلى السميد، باقي ما عندكم والو، لا بنية تحتية موجودة، لا حتى شي حاجة موجود، وانتم بقيتم قابلين المغرب صباحا مساء غداء عشاء، وليتوا كتكلموا عليه بجميع المنابر الإعلامية، ولكن الحقيقة كتعرفوها، ولكن كتكذبوا على الشعب الجزائري. دائما كتهضروا على المغرب على أنها دولة ليس في القمة، ولكن الشعب ديالكم، بعض الجزائريين جاوا وزاروا المغرب وشافوا التحولات اللي وقعت للمغرب، داكشي اللي واقع في المغرب، الانجازات اللي واصل لها المغرب، ما عمركم ما توصلوا لها. واخا تخدموا 60 عام، واخا تجريوا على الكبرانات، واخا تجريوا على الجنرالات، واخا تغير الحكومه وتغير اي مسؤول، ما عمركم ما توصلوا لهذا الشيء اللي واصل ليه المغرب. كنتمنى ان من بعض الناس اللي بقى غلطه في واقع المغرب انه تدخل جوجل وتشوف المغرب فين وصل. اما انتم يا حكام الجزائر اللي كتضحكوا على داك الشعب، اللي كتخدروا داك الشعب بمشكل ديال الصحراء المغربيه، وبقيتوا دائما كتهضروا داير ليه العصافره ويضا على قبل هذا المشكل هذا،
اللي لا دخل لكم فيه. كتدخلوا في الاتحاد الافريقي، باغين تدخلوا في الاتحاد الاوروبي، باغين تمشوا لامريكا، باغين ديروا حتى نتوما التطبيع مع اسرائيل، واخا ما قبلاتكمش لانكم عرفات الحكام ديالكم ناس انتهازيين، ناس كيشدوا الرشوه، ناس كينهبوا الاموال ديال الشعب الجزائري، وانتم بقيتوا على هذا الحال هذا حتى يفرج عليكم ربي، لانه بهذا السياسه ديال الكبرانات وديال الجنرالات اللي نهبوا الدوله ما عمر البلاد ديالكم ما تزيد لقدام. بقيتوا تابعين للمغرب، بقيتوا حاضرين للمغرب، بقيتوا كتشوفوا غا في المغرب اش واقع في المغرب، اش طاري في المغرب، وبقيتوا دائما اللور وغتبقاو دائما اللور ما دام هاد الحكام وهاد الجنرالات من هاد الرئيس اللي ما كتذكرش السميه ديالو، من هاد شنقريحه الجنرال اللي عنده تقريبا 90 عام، وتتصور معايا 90 عام جنرال عنده 90 عام باقي مازال كيحكم في البلاد، واش كاينه في شي دوله؟ واش ما كاينش شباب في الجزائر اللي غادي يحكم هاد البلاد، اللي غادي يزيد بال قدام؟ ها المعارضه قتلوها، ها المعارضه في الحبس، في السجن، في المنفى، وتا واحد ما كيتكلم، وتا واحد ما كيهضر. حسبي الله ونعم الوكيل بهذه الحكومه اللي خلات البلاد المغرب والجزائر مسدوده الحدود بسببكم يا جنرالات، بسببكم يا مسؤولين. بقيتوا سادين هذه الحدود وما بغيتوش تحلوها، لانه الاطماع ديالكم والارباح ديالكم في حل هذا المشكل ديال المغرب والجزائر، وبقيتوا كديوها في المشكل ديال الصحراء اللي ما هوش مشكل ديالكم، ما لا دخل لكم فيه.